فريق 20 سنة لكرة السلة، فاز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الجزيرة. ده خبر مهم جدا، صحيح، لأن ده يعني مؤشر مؤشر لمستقبل كرة السلة ألف مبروك في الأندية. فبنبارك لهم ونقول لهم إلى مزيد من الانتصارات يا رب عقبال الفريق الأول. الخبر الثاني، محمود متولي. محمود متولي قلب دفاع الأهلي اللي كان أصيب بقطع جزء في الرباط الصليبي، النهاردة أجريت له جراحة ناجحة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، واحد من أساتذة جراحة العظام العالميين. كان دايما وأبدا كل ما لعيبة مصريين تروح تعمل جراحة في ألمانيا يتقال لهم ما أنتوا عندكم البروفيسور أحمد عبد العزيز. الحقيقة محمود متولي، أنا سألت الكابتن سيد عبد الحميد هو اللي أصر، ليه؟ قال لي محمود متولي أصر رقم واحد، لأنه التشخيص الطبي أن ضرورة سرعة إجراء الجراحة كان ممكن تدخل في مشاكل، يبقى فيها رشح في الركبة أو غيره يعمل بعض المشاكل، فكانت السرعة مطلوبة. رقم اتنين أنه متولي وهو في الإسماعيلي عمل رباط صليبي في الركبة الثانية، عملها له الدكتور أحمد عبد العزيز، فكان مبسوط من الجراحة ومن سرعة العودة، فتم الاستقرار على أنه الدكتور أحمد عبد العزيز يعمل العملية. دخل متولي وعمل هذه الجراحة، ألف ألف سلام عليه، أجريت بنجاح الحياة. وحرص كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة والكابتن سيد عبد الحفيظ وكل اللعيبه على زياره يعني محمود متولي علشان يقولوا له الف سلام عليك يا بطل. كابتن الخطيب وفتحي وكل اللعيبه الحقيقه كلهم، وكابتن سيد اهو، كلهم مع محمود متولي في المستشفى يعني بيتمنوا له الشفاء وبيباركوا له على اجراء هذه العمليه سريعا، وان شاء الله ده يسهم في سرعه عودته للملاعب باذن الله. ان شاء الله ربنا يحمي كل لعيبة مصر يا رب ومن الإصابات. أكتر شيء مؤلم إن لاعب يصاب إصابة طويلة. إن شاء الله كل خير.